أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للموقين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه إنك سميع مجيب الدعاء. في هذه الجلسة الحوارية حوارية الموكب طبعا ارتأت لجنة العزاء أن تغير من الأسلوب التقليدي في اجتماع الرواديد فقط بل ارتأوا أن يكون هناك حوار ومن بعده تتلوه توصيات بناء على هذه التوصيات بالإمكان أن نتلافى المشاكل والسلبيات ونطور في الموكب. حوارية الموكب طبعا هي أول يوم أول ليلة هذه أهداف الحوارية تقييم مستوى الموكب الحسيني اختيار السبل الكفيلة بتطوير الموكب إشراك المعزين والرواديد والشعراء وأهل القرية في عملية التطوير بشكل عام. الموكب
جميع الفعاليات التي يقيمها المأتم معرضة للنقد البناء. نحن لدينا اعتقاد يعني سائد أن أي شخص ينتقد لا يريد هدم مثل هذه الفعاليات، لأنها فعاليات قائمة على معتقدات ومبادئ واعتقادنا في أئمة أهل البيت عليهم السلام بشكل عام. فالانتقاد البناء نريد أن نحاول أن تكون مثل هذه الجلسات تنظم هذا الانتقاد. مجرد انتقاد قد يعطاه رئيس المأتم في خارج المأتم أو رئيس موكب العزاء محمد يوسف في الخارج قد ينسى، قد لا تكون له آليات، لا تكون له خطوات لتعديل هذا الانتقاد. نريد من خلال هذه الجلسة أن تكون جلستنا عامة وحوار مفتوح. كنا نتمنى يعني بحضوركم والحضور الكريم أن يكون الأخوة الكرام الذين لديهم ملاحظات على موكب العزاء بشكل عام أن يكونوا متواجدين، نطرح وتتلاقح الأفكار ونطرح من ثم توصيات على ما يتم طرحه في هذه الجلسة لكي نستطيع أن نتلافى السلبيات ونرتقي بالعزاء بقدر الإمكان في أفضل حلة. كما هو العزاء كذلك الخطباء، الخطباء في بشكل عام هناك تقييم لهم، هذا التقييم أصبح من ضمن المسلمات التي لم يستطع أي خطيب أن ينفذ من خلال هذا التقييم. كذلك العزاء، العزاء معرض إلى التقييم ومعرض إلى الانتقاد البناء بشكل عام. نرجو أن تكون مثل هذه الجلسة على الرغم أنها في البداية أن نخرج منها بتوصيات لكي نتمكن من تطوير العزاء إلى الأفضل. أنا لا أحب أن أتكلم كثيرا، سنأخذ الكلام من الأخوة الكرام بقدر الإمكان لكي نستطيع أن نطرح المشكلات ونطرح على أثرها الحلول والتوصيات مباشرة. قد هناك طبعا كثيرين يعلمون أنه يوجد اجتماع للرواديد، هذا الاجتماع للرواديد فقط، قد يكون هناك معهم شعراء، لكن جلسة حوارية بمثل هذا المستوى وحوار مفتوح قد تكون مرة منذ 3 سنوات عقدت. نرجو أن تكون هذه الحوارية مستمرة لكي نستمع إلى الأخوة الكرام، ويحاول الأخوة في لجنة العزاء أن يطوروا في الموكب بقدر الإمكان. هبط مستوى من المستويات، ارتقى مستوى من المستويات في العزاء، ناس عندهم نظرة أن المعزين على سبيل المثال كانت هذه من ضمن السلبيات، يمشون بسرعة، ما أدري قصدي له بطيئين في مشيتهم، ناس يقولون الضربة صايرة فيها غلط، ناس يقولون الكلمات مو ذاك المستوى، الألحان هي اللي قاعد تطغى. كل هالأمور هذه الشعراء ما قاعدين يبذلون هذاك المستوى. احنا نبغي نستمع بشكل عام بقلب مفتوح بكل أريحية بكل عفوية إلى كل ما يمت إلى الموكب بصلة، بعدا عن الأشخاص، بعيد عن فلان وفلتان، بشكل عام نريد أن نطور الموكب بعيدا عن سين من الناس أو جيم من الناس. فنبدأ بالحوار المفتوح مع الموكب الحسيني، من أحب فيكم أن يتكلم بالنسبة إلى عندنا طبعا مجموعة محاور بس على أساس أن احنا نشوفهم، الرواديد، الشعراء، المعزين، التجهيزات، ممكن نقدر أن احنا ناخذ من البداية. نبدأ بالرواديد على أساس أن يكون شغلنا منظم، بداية بالرواديد. سيد حيدر، ما أدري جبت السيد جابر المايك.
الحوار هذا ما يوصل له. في اللاسلكي بس بعد رجوله بجهزون اللاسلكي. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. سيد حيدر طبعا رادود مخضرم وما زلنا لحد الآن نحتاج إلى صوتك الشجي في الموكب. نحب نسمع منك ماذا عن الرواديد، ما هي انتقاداتك أبو الحر على أساس أن احنا نكتب مباشرة نكتب مباشرة النقاط، النقطة اللي تقولها على أساس أن احنا نرتب الوضع. تفضل سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. في الواقع هذه خطوة مباركة أن يكون حوار إلى كل الأمور التي تتعلق بالمأتم، ومثل اليوم حوار بخصوص لمة العزاء لما عنونتون، هذا شيء جيد. في الواقع بالنسبة للرواديد أنا أنتقد انتقاد كبير على مسألة أن تجيبون رواديد من برا القرية. أتمنى أن يكون تطوير بالنسبة للرواديد اللي عندنا، إذا كان عندنا ناشئة شباب نحاول ندربهم في الماتم، مثلا نسوي لهم كدورات عند اللي متمرسين في رواديد القدامة، مثلا القدامة، وشوفون الناشئة اللي مبتدئين اللي كذا اللي يشوفون أصواتهم جيدة ياخذونهم يسوون لهم كدورات ويخرجون منهم ناس حتى لو يبتدون في العزا مع مثلا عزا الأطفال. تقدرون تنتقون من الرواديد اللي يشيلون في عزا الأطفال وتحاولون تطورونهم من كل النواحي، هذا شيء كلش مهم. أما إن يعني حتى الموجودين حاليا من الشباب اللي موجودين حاليا أنا أعتقد فيهم الخير والبركة، وعندنا رواديد زينين موجودين. أنا أقول ما لداعي نجيب رواديد من برا، أنا هاي وجهة نظري، إن إحنا نكتفي عندنا بالرواديد اللي عندنا في القرية كافي، ما نحتاج رواديد من برا. إن إحنا بغينا نطور الناشئة الصبيان دير الصغار الشباب نطورهم مثل ما ذكرت، ندربهم نسوي لهم كدورات، نسوي لهم تخريج، يعني نسوي لهم ترغيب، نجيبهم أنت صوتك كذا، أو ننتقيهم حتى مثلا من مكان التعليم الديني. سيد عمار مثلا التعليم الديني يعرف الأصوات الجيدة اللي بالإمكان أنه يطور هالشكل، يجيبهم إلى الماتم يصير عندهم كدورات تدريبية رواديد حق مستقبل. والرواديد الحاليين أنا أعتقد أنهم فيهم الخير والبركة، ما نحتاج رواديد من خارج القرية. وشكرا. نشكر سيد حيدر. سيد أحمد، أنا ممكن أن أنا أعدل في النقطة الأولى، استخدام رواديد من الخارج، عدم اكتب عدم استخدام رواديد من الخارج، مستواهم أقل من رواديد المرخ. أنا لو ملاحظ يعني ما أدري، أنا بالنسبة لي مسامحة يعني سيدنا على أساس أنه بس أعدل في النقطة، هناك رواديد على مستوى يعني تجيب، يعني أتذكر في أحد الرواديد يمكن مغمور كان في البداية له وجابه في المرخ، ويعني هو مستواه تطور. اسمه عبد المنعم، عبد المنعم من المعامير، عبد المنعم مرزوق الطاهر اسمه، شيء مو معروف. لما كلمت مع المعامير عنه شال في المرخ، كلمت مع المعامير قالوا لا هذا مستوى الآن قاعد يتطور بشكل جدا راقي، أداء لحنة القصيدة جدا ممتازة، ومشى العزة بشكل جميل جدا. ففي شيالين إذا تجيبهم المرخ يسوون إضافة إلى شيالين المرخ، أما أغلبية مثل ما قلت سيدنا، أغلبية اللي يجيبونهم من برا هم رواديد أقل مستواهم من مستوى المرخ. هاي نظرية سيد نزار يقول لا تجيب أحد من برا، نفس الشيء.
سيد نزار عدل على كلامي على اساس انه ما اكون انا نظريتي نفس نظريات انت بتجيب واحد مباراه تستفيد منه ما عليه بس مو تجيب واحد مستوى اقل مستوى المال الديره. عندي نقطة ثانية نقطة بضيف على اللي قال سيد حيدر اللي هي عندنا في شيانين في الديرة قدامة أشوف اختفوا يعني ما أدري وش سبب اختفاء مالهم يعني هل من لجنة اللجنة ما تتابع إياهم أو منهم نفسهم هم قديرين مثلا سيد حسين السيد أحمد حتى جعفر أقول والسيد مدحج عيسى الحين يعني ما أشوف أي شيء يعني من زمان يعني قليل مثلا حسين قليل يعني بعدنا الشيالين الزينين قليل يشيلون يعني ما اشوف لهم واسمه احنا مثل ما قلت يعني ما نبغى نخلي مبررات قد يكون يمكن الاغراءات قلت قد يكون من اللجان السابقة أمور وأسباب كثيرة يمكن كل واحد عنده سبب من الأسباب يعني لاحظت أن حتى كنت أكلمهم أنا في نفس الوقت ليش قال سبب لجنة جت وش اسمه على كيفهم كانوا لأن هذين مثل هالروادير القدامى مثل ما قيل إليهم وضعية خاصة تما يصير إن أنت تجي تفرض عليه ليلة وهو أولا صاحب أولاد وشفتات ورايح جاي عنده أنشطة ثانية غير عن قد يكون الرادود الصغير إلا بالإمكان أنه تعطيه أي ليلة. سيد حسين كان له دور كبير يعني في عزل مرة يعني كان من الناس يبادرون يعني كان يعني تقريبا في كان اتذكر ما كنا في لجنه العزل الاول يعني واجد يشيل يعني في شيء في محرم يعني كان واسمه وبرا اشوف يعني مره واحده اختفى كلش يعني يمكن هو بعد شغله ثانيه يمكن سيد حيدر يدربها اكثر الوضع الصحي وفي نفس الوقت سالفه اللي هي المطبخ يطبخ والوضع الصحي ممكن انه اما جعفر سالفه اللي هو يعني مسألة الدي جي وكذي هذا والد ما أخذ من وقته في نفس الوقت يحتاجون جذب يعني اللجنة الآن بدورهم شلون أن يقدرون يجذبون اكتب الرواديد القدامى اللي هو اختفاء مشاركات الرواديد القدامى سيد طه بسم الله الرحمن الرحيم ممكن بس أنا يعني أطرح بعض النقاط بعيدة عن المحور ولكن تخص اللمة نفسها طبعا في البدايه انا اشيد على جهود الاخوه في لجنه العزاء بهالابداعات وهالافكار الجميله اللي قاعدين يطلعون بها يعني وهذه ان شاء الله تصب في صالح العام وفي صالح توجه هذه المسيره مسيره الامام الحسين الى الطريق الصح لان احنا فعلا قاعدين بشكل عام مو بس في الموكب بشكل عام دائما نحتاج ان احنا نراقب مسيره المأتم هل هي متجهه باتجاه صحيح ولا لا والموكب والمنبر خصوصا هما المصداق دائما الى انك تكتشف هذه المؤسسه قاعده تصير باتجاه صحيح ولا لا انا عندي ثلاثه عناصر في كل مأتم اذا ما على قولتهم ما اكتشف يعني اذا ما قامت بدورها الماتم ينحرف عن مساره اول يعني عنصر هو المنبر ثاني عنصر هو الموكب وثالث عنصر هو الدور الاجتماعي وحده الناس وتكاتف الناس وعمل الناس في المؤسسه نفسها هذه ثلاثه عناصر اي خلل في واحد منهم يحرف المؤسسه عن مسارها الصحيح فهذه اول نقطه فهذه الحواريه جت في وقتها وفي الوقت المناسب واعتقد ان هي كانت بعد من ضمن حتى البرنامج الانتخابي لسيد نزار لما طرحها في البدايه النقطه بالنسبه للمحاور محاور جميله اللي طارحينها بس انا يعني تمنيت انه يكون اول محور ينطرح هو عن رساله الموكب لان بناء عليه انت تبدا تناقش الامور الثانيه لازم اول شيء نتفق على رساله الموكب وبالتالي رساله الموكب يعني لازم تكون واضحه عند الكل ولازم احنا نحط لنا هدف يعني في النهايه العمل الاداري الصحيح اللي مبني على اهداف ومبني على رساله ومبني على توجه واضح للمؤسسه لازم يتطبق في الموكب وخصوصا في الموكب وبالتالي انا تمنيت ان تكون اول نقطه تكون رساله الموكب لان من خلالها بنطلع بتوصيات وبنعرف عقب احنا نعرف ان من رساله الموكب
هي رسالة الموكب، هي رسالة المأتم، إيصال صوت الحق إلى يعني إلى المجتمع، التأثير، محاربة خلنا نقول الظواهر السيئة في المجتمع وإلى آخره. مجرد تحط رسالة الموكب بتعرف، بتجي بتناقش الحين أنت في تقول الشيالة، منهم الشيالة اللي لازم استخدمهم في الموكب، بتجي للقصيدة وإيش لازم أطرح، كلها مرتبطة بالرسالة. بتجي عقب إلى يعني كل ما يدور في الموكب لازم تربطه بهذه الرسالة. هذه النقطة الأولى. بدخل في المحور هذا الحين، المحور بالنسبة للرواديد. طبعا أنا يعني أتفق في جزء مع الأخوان وأختلف فيهم في جزء. لكل خلنا نقول لكل عمل في إيجابيات وفي سلبيات، ولازم ما نبخس الإيجابيات على حساب السلبيات. لازم يعني كل قرار بنتخذه لازم يكون مدروس على دراسة السلبيات والإيجابيات. لما نجيب شيالة من برا، أول شيء ويش السبب إن إحنا جبنا شيالة من برا؟ هذه نقطة. هل في نقص؟ هذه لازم يمكن الشيالة يمكن هم اللي يقدرون يبدون وجهة نظر أكثر منا إحنا كمعزين. النقطة الأولى، هل إحنا فعلا محتاجين؟ هل في نقص عندنا؟ والنقص هنا ما أقصد نقص عددي، أقصد نقص رقم واحد عددي، ما عندنا شيالين كفاية يغطون كل المناسبات. رقم اثنين كفاءات. رقم ثلاثة خلنا نقول يعني نقص من ناحية الإبداع. أنت محتاج أنك تغير، محتاج أنك تطرح جديد، محتاج أنك تطلع على أساليب وتجارب رواديد ناجحين في البحرين. أتفق ويا الجماعة أن لا تجيب رواديد أقل مستوى، ولكن مستوى الرواديد أنا وجهة نظري مثل يعني ذوق باختصار. ساعات أنا أشوف شيال أقول هذا الشيال رقم واحد عندي، يجيك سيد محمد يقول مهدي سهوان ولا حد يقرب صوبه، زين مثلا على سبيل المثال. فمسألة الشيالين تقييمهم هي مسألة مو قطعية، يعني أنا عندي أحسن شيال لازم يكون عند الكل أحسن شيال. بس إحنا نشوف مثل ما ذكرت سيد عمار وإيش القيمة اللي بيضيفها هذا الشيال إلينا في القرية، زين. في محور يعني هذا بالنسبة لمحور الشيالين. في المحاور الأخرى اللي إن شاء الله إذا طرحتونها أكيد راح يعني إن شاء الله نطرح وجهة نظرنا فيها. بس في محور مهم اللي أنا جاي علشانه، يعني بصراحة اللي ودي إني أطرحه، في مشكلة أزلية في القرية، يمكن سيد عباس يتكلم عنها، سيد حيدر يعزي ما بيتكلم عنها، من المحسوب على المعزين أو على الشيالة. بس اللي هي مسألة ويش العائق أو ويش اللي ما يخلي دلين اللي قاعدين في الماتم لما يطلع الموكبهم يتمون هنا ما يتشجعون أنهم يشاركون؟ ليش؟ لازم نسأل روحنا هالسؤال ونسمع وجهات نظرهم عشان نوصل إلى نتيجة صح. مشكور سيد طه. أنا بعد عندي توصية من التوصيات إلى اللجنة، مثل ما ذكر سيد طه، إحنا نجيب الشيال من الخارج وحتى الشيال من المرخ. كانت في حركة مسوينها في السابق أن إذا الشيال يجيبونه أو في المرخ بالأحرى تحصل أنهم يسوون له تقييم. استبيان ضروري أنه يكون إلى الشيال، في نفس الوقت هو يطور مستوى. فاذكر لنا من التوصيات في المحور الأول بالنسبة للرواديد أن الشيال الرادود سواء من المرخ أو من خارج المرخ، علشان أنا أرد مرة ثانية أجيبه وأشوف مستواي أنا في جلب إيش اسمه له الرواديد، أعمل إلى استبيان تقييم سلبيات إيجابيات مثل ما ذكر سيد طه، وعلى أثرها أقدر أن أنا أخطو الخطوة الثانية. أريد مرة ثانية أكرر، جلستنا هذه هي جلسة وقفة لتقييم الأداء اللجنة، لتقييم عمل اللجنة بشكل عام في البضعة أشهر اللي مضت. هذه الجلسة مثل ما ذكر سيد طه يحتاجها كل اللجان، لجنة الخطباء مسامحة كميل، لجنة الثقافية، لجنة الضيافة، بأسلوب من الأساليب. بس الهم الكبير اللي موجود عندنا أكثر شيء في الخطباء والموكب لأنهم الأساس. فلما نجي الموكب حرك هالجنبة، هذا يكون ثقل عليه ترى، على أساس أنه وش الخطوة الجاية.
هل هي دورة؟ هل هي ورشة عمل؟ هل هي جلسة حوارية تستكمل هذه الجلسة؟ احنا عدنا إلى الساعة 8:30 والحوار مفتوح. نسمع مرة ثانية من أحد المشاركين أو المستمعين الموجودين عندنا عن الرواديد. حسين أبو علي تفضل. وأنا المايك سيد أبو علي شيال مخضرم رادد مخضرم في القرية. نتمنى مرة ثانية ترجع مشاركاته مرة أخرى. تفضل أبو علي رادد شاعر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا أنا طبعا عندي عدة نقاط بس ببدأ بنقاط مهمة يعني أنا أحسها مهمة عندي بالنسبة إلى الرواديد. طبعا أنا ما أقول كلهم، بعض من الرواديد يحتاجون ثقافة في العزاء أو ثقافة كرادود يعني مثلا بعض الرواديد يبغى بس يشيل وبس يعني ما يفكر في الكلمات، مثلا ما ينتقل كلمات، ياخذ كلمات من مثلا من برا مشوله من قبل في منطقه يعني الكلمات تتناسب معها ما تتناسب مع قريتنا مثلا. ف يعني ننصدم احنا ساعات نشوف الكلمات ما تتناسب ومستوى القريه او ذوق القريه زين. فهذه المفروض تحتاج إلى عناية يعني من الرادود نفسه. لازم قبل لا أحد يقيمه وقبل لا أحد يقيم كلماته لازم أول يلاحظ كلماته ويقيمها وشوفها أن هي تتناسب مع موكب القرية أو ما تتناسب. طبعا أنا عندي عدة نقاط بس ما أدري أن أكتفي بها النقطة لأن أترك المجال لغيري. بالنسبة إلى الموكب طبعاً الأخ محمد طرح المشترك. إحنا طبعاً يعني المشترك ما نعارض فيه ولا شيء بس أنا أقول في الوقت الراهن يعني هذا أشوف يعني زايد السالفة الطلب على المشترك يعني. وانا اقول ان المشترك ما يصلح في القريه الحين وخاصه في هذا الوقت سبت ان المسافه قصيره وما تستوعب حتى يعني ان الرادود يتفاعل مع قصيدته يعني يحتاج احنا فرتنا صغيره والرادود يحتاج انه يتفاعل مع القصيده يحتاج انه يبدع فيها زين. لكن اذا صار في مشترك بسبب تقطيع يعني والانقطاع هذا راح يسبب اولا ارباك راح يسبب يعني عدم اندماج وانسجام في القصيده. هذا رايي انا واترك الراي للاخوه. نشكر أبو علي طبعاً على هالنقطة. نقطتين مهمتين. النقطة الأولى بالنسبة إلى اختيار القصيدة بشكل معمق. ذكرني أبو علي بالمرحلة الثانوية. قبل لا نتكلم عن المرحلة الثانوية نرحب عبد اللطيف من المحرق طبعاً ويا كوميل. النقطة الثانية بالنسبة إلى لو جون هني أحسن ثرون النقاش. في المرحلة الثانوية أخذنا عن الشعراء الجاهلية. شعراء الجاهلية كانوا يسوون حوليات يأخذ لي قصيدة من 100 بيت يا أبو علي هذه موجه بشكل عام لك وفي نفس الوقت للرواديد. سوي قصيدة من 100 بيت ويقعد على هالقصيدة سنة كاملة ويعدل ويحط ويشيل طبعا ما كانوا يكتبون إلى ما تستنضج القصيدة أحسن ما يكون بعدين علقوا السبع معلقات في أستار الكعبة أو في الكعبة. الملاحظ أن القصيدة يعني لو إيش اسم المحور الثاني القصيدة شوية فيها ضعف في نفس الوقت يعني إحنا نجي إلى الكلام اللي قاله أبو علي الشيال نفسه لما يجي للقصيدة قبل يومين أقل شيء قبل يوم قبل يوم وايش هل قبل يوم هذا اللي بيجيب قصيده على مستوى اولا لا كلماتها تشربها لا اعطاها اللحن نفس ايش اسمه احنا لما المطبخ في المطبخ تحصل واحد يسوي طبخه لا اخذت مزه البهارات وحرقها وفي نفس الوقت جاء يبغى الناس يصفقون له مو صحيح. خل القصيدة تأخذ بعدها تأخذ مداها في لسانه
اللحن ياخذ مجاله، واحنا في العزاء نلاحظ ان الشيال في شيلته يتطور له في النهايه احسن من البدايه، ما بالك لما يستمر في انه ينضج القصيده ويعطيها اللحن ويركب اللحن بصوره صحيحه. النقطة الثانية اللي ذكرها أبو علي بالنسبة إلى المشترك، منو عنده بعد عن نقطة الرواديد ونروح لنقطة ثانية؟ سيد علي، توقيت العزة خل ناخذ له محور آخر. في أحد عنده بكميل؟ ما أدري مالك، أعطوا المايك. مالك طبعا صحفي مو شيال، فنروح ببة ونتمنى أنه يوجز علشان نروح إلى المحور الآخر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. يعني بإيجاز تماما بركز عليه نقطة القصائد. بعض الليالي أو بعض الليالي وكثير من الليالي لا الشيال يدري وش يقول، يعني لا في هدف للقصيدة ولا في معنى للكلمات. الحب يأتي والزينب ما أدري وش القصد، يعني العزاء إليه في النهاية هدف، أما هذه القصائد فما لا إليه هدف ومضيعة للوقت الأمانة يعني. فلذلك الظاهر المطلوب من لجنة العزاء أن تعود للنظام القديم اللي هو أصلا مقر، يعني مقر ضمن القانون مالها وضمن صلاحيات لجنة العزاء، أن القصيدة يجب أن تراجع من قبل متخصص، في عندهم متخصص في القرية واجب. هذا من شأنه أنه يعود إلى تقوية القصيدة، لأن بعض الأحيان القصيدة في قصائد قوية، وفي بعض الأحيان بعض ليالي قصيدة ما إليها معنى، ما إليها هدف، وكلماتها يعني وش أقول لك غلقة، مو غلقة معنى الهداء، يعني أقصد أن المعزي ما يدري وش قاعد يقول الشيء. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، نقطة أثناء ضربة ما أدري ده هاي شو اسمه، شنو هاي هو يعني ليت عزة وليت يعني الإمام وهذا. القصيدة مرة ثانية عيد النقطة بشكل مختصر. باختصار شديد إن مراجعة القصيدة من قبل لجنة الموكل، النظام المقرر أصلا يجب أن تتبع عليه العزة. نروح انت خربطنا الحين فوق تحت، احنا نبغي نتكلم بس عن رواديد وبعدين نروح للمحور الثاني، نروح للمعزين. مراجعة القصيدة من قبل، تمام، هذه خلصنا منها. المعزين، المعزين معزين سالفة هاي سالفة الهو أثناء الضربة، يعني الصوت هذا هو وش يقولون هم، وش تطلع هذه ما حد يدري، يعني تضيع شو اسمه، تضيع هيبة العزاء وهدفية العزاء، على الأقل يعني استبدالها بيا علي أوكي ليه معنا إليه هدف، أما إن هم هاي وش تطلع يعني تخريب لهيبة العزاء ولا العزاء يعني. طبعا شو اسمه نشكر مالك على شو اسمه الإضاءة بالنسبة إلى المعزين، ولو أن صارت يعني راح لنا في عدد من المحاور. نرجو ان احنا نلتزم بالمحور على اساس ان احنا ننتقل للمحور الثاني نثري وننتقل للمحور اللي بعده. بالنسبه للمعزين ذكر مالك بالنسبه للصوت اللي يخرج المعزين، الضربه ممكن طلعت لان هي كلها موضات، مره يضرب في الارض ومره الصوت هالامور هذه مثل ما قال كان صرنا احنا يعني مو موكب عزاء، هي زفة طالعينها وبيسوون حركات ويا المعرس وبيرجعون مرة ثانية. مهما يكون احنا في عزاء من المفترض ان الى قدسية مثل ما الى المنبر قدسية، فهذه اللي احنا نحتاجها. اذا خلصنا المحور الرواديد، تفضل سيد حسين. ما ادري تعقيب على استاذ مالك على ذكر سماحة الشيخ في يوم من الايام في احدى الخطب قال يكفينا ان يطلع موكب بس يا حسين وبرجولة وبخشوع ويعني أفضل من أنك تطلع موكب وشطولة وش عرضة وتعال شوف اللي فيه والكلمات وتعال شوف الأصوات اللي تطلع. فيعني يجب أن احنا ننتبه أو نعطي الموكب طابع الحزن وهو التعزية هو الهدف الأساسي. هذه طبعا نقطة مهمة أنا يعني لاحظها بالنسبة إلى له الشيالين، يعتقد أنه لما يجيب هذاك اللحن وهذيك الكلمة اللي شو اسمه ما بيصير فوق فوق، لكن في نفس الوقت احنا عندنا كلمات وألحان بسيطة جدا من العراقيين إلى اليوم ما حد قادر أنه شو اسمه يعني أنه ينساها. آية حسين ومصابة كلمات بسيطة ولحن بسيط،
لكن شيلة مخلدة. ومثل ما قال سيد حسين لو نطلع بالموكب بس كلمة يا حسين رددها المعزين لا راح تكون إليها صداها وبعدها أكثر من القصيدة اللي جابنها من مادروين واللحن اللي سوى بالقصيدة. طبعا احنا ما نستهين بالقصيدة والموكب. سيد نزار سيد لا بس يلا شديد. علشان بعد بس إضافة بسيطة يعني ساعات تشوف الضربة يضربون في العزة يقول يضربون على وش يعني ما في شيء تناسق يعني ساعات واحد نحن العزة هي ضربة على عزة يعني شيء حزين ساعات تلاقي الكلمات في محل والضربة يعني ما يعني الضربة ليش يضربون كان الضربة ما لها داعي الضربة صايرة لأن الشيلة في شيء في محل ثاني. صحيح كلامك. أنا مرة من المرات واحد شو اسمه أحد شيالي من توبلي طرش لي قصيدته شالها في العزة ف ما نبغى نقول اسمه عموما يعني هو على المعزين وهذا صاير للسائل موجود في كل شو اسمه القرى ان الضربه في صوب وهو في صوب وعلشان يوائم اللحن ويا الضربه يقوم يسوي ضغط للكلمه الاخيره علشان انه تنن كذي يسويها. انزين هذه في النهايه انت خربت لان القصيده فوق تحت هي واحد اثنين هالمعزين هم اللي بيمشون العزل لو الشيال العمليه انقلبت المعزين هم اللي قاعدين يمشون العزة مو الشيال على هالحسبة الرادود ما له لازمة إذا كان المعزين هم اللي وفي نفس الوقت كل مرة يقول لهم طبعا في المنامة وفي الإدراز وفي كل المناطق لما يجي لهم يكلمونهم يا أولاد الحلال هاي الضربة تخربط الشيال يردون عليها مرة ثانية وما هي مصطلحة بس أنا أقول يعني سووا السنابس هي توصية من التوصيات السنابس بالنسبة للمعزين سووا السنابس لوين السنابس سووا له بروفا يسمونها إلى المعزين على أساس أنهم يضبطون ضربتهم. سيد حسين قال إحنا ما نبغي هذاك العزل اللي يجي يطلع لأنك اليوم بتقليعة من التقليعات اللي هي إيش اسمه يخربطون لنا فيها العزة مجرد كلمة يا حسين أفضل من أنه يجي لنا له بصوته والله بضربة رجولة والله بإيش اسمه ضربة العزة اللي تخربط العزة فوق تحت. بداية نشيد بلجنة العزاء لهذه اللمة وعندي بعض عندي بعض الأسباب عزوف العزاء أو عندي شغلات يعني ما هي سبب العزوف يعني طبعا مثل ما قال الأخوة أشوف إن الشيلات ما أدري شلون حتى الشباب مو قبل حتى على الشيلات الجديدة يعني نرجع للقديم صدقني بتشوف الكبار قبل الشباب بيجونك يعني نرجع للقديم واستغرب ما ادري هل في المخ فقط هذه الظاهرة ان المشكلة يعني الشباب يقولون في عزوف بالكبار انا ما اشوف في عزوف بالكبار انا اشوف مال الابتدائي والاعدادي ما اشوف واحد طول صورة لواحد من الابتدائي او الاعدادي في العزة خلي يجي العزة يعطون الصور ان اشوف واحد من الاعدادي او في الابتدائي في العزة انا استغرب يعني يوم كنا احنا جهال يعني داس في عزة هذيك اليوم ما ننام بينما اشوف الحين استغرب يعني شلون الجهال ما يقبلون على العزة ما عندهم اخر اهتماماتهم العزة ما عندي ابى اعرف وش الاسباب بالرغم انه عندهم عزاء المنتظر شوف عزاء المنتظر ما اشوف الكبار فيه ما اشوف فيه جهال يعني نبغى حل هالقضية تمام في بعد شيء تقولون مكتوب تفضل والشغلة الأخيرية أنا أشوف إن موكب العزاء صاير بعد الخطيب شيء مقدس عند الشباب يعني شيء مقدس لازم عقب الخطيب يا أخي خلك عندك مرونة إحنا عندنا ماتم واحد ساعة تشوف الملة مثلاً الساعة 8 ساعة 9 ساعة العزاء يعني على حسب لازم يكون عقب يعني ساعات في أوقات في محرم مثلاً الحين العزاء ما يخلص بالساعة 12 ونص يوم ثاني علينا إشغال مو بس في محرم يعني مناسبات واجد ليش ما يكون مثلاً بعد الصلاة قبل الملة يكون في ترتيب يعني ما يكون في مرونة يعني في الوقت العزاء والله عندنا بس لا بعدين
زين. سيد حسين ذكر بالنسبة إلى مرونة التوقيت وهذا شيء مهم. الشغلة الثانية عزوف للشباب. سيد عباس، الشباب والأطفال. نشكركم على هذا اللقاء. أنا عندي ملاحظة وهي أن بعض كبار السن أكبر مني أو أصغر مني بشوي. أنت شباب أخوك لي شو كبار السن يشتكون من تطويل اللي هي المدة، مدة العزاء، مدة العزاء واجد قاعد شو اسمه. ثانية بالإضافة إلى هذا الحركة جدا بطيئة، وهذا أكثر الأشخاص ظهرهم يوجعهم، ما يقدرون يواصلون إلى آخر شو اسمه. شوفه الشخص يمكن يمشي إلى ربع المسافة اللي حق المفترضة حق الموكب أو النص وينفصل، يرد يرجع هني ما تم أو يروح البيت. فلو شوي يعني شوي يقللون مدة اللي هي الموكب يكون أفضل. طبعا الكلمات، احنا الكلمات الموجودة في الرواديد في البحرين هني ما في مقارنة، ما في وجه مقارنة بينها وبين العراقيين. العراقيين يشوفهم يعني كلمات حلوة ومنظمة وماش مو شكل ما تفضلتون وقلتون، يعني الكلمات ويا الضربة طخ كذي هالشكل ويا الضربة، والرادود يعني يصير مجبور من ناحية اللي هي الكلمات هذه، فيصير الموكب بس ما يصير مضبوط هذيك الدرجة. يمكن شو اسمه سيد عباس ذكر نقطة مهمة اللي هي الضربة. العراقيين تلاحظ شنو باسم الكربلائي والله عبد الجليل هاك ايده تتحرك، احنا المشكلة برا، فالمعزين ما يشوفون الرادود. هذه هاي يبغى لها تدريب عليها، لذلك خربطت الضربة هذه. ما أدري يمكن يعني تفيدوني بالنسبة إلى القديم. أعتقد الضربة كانت عراقية عدل، كانت نفس العراقيين وقعدنا نسرع نسرع. سيد حيدر، سيد حيدر، الضربة كانت في السابق في البحرين نفس العراقيين عدل، وقمنا نسرع نسرع بالضربة إلى ما الحين منشوف، لأن آخرتنا الضربة يعني ما يندرى. يعني حتى كنت أقول للرادود هذا اللي طرش لي القصيدة، كنت أقول له أنت في فرقة نشودية في فرقة البرهان، لما تجي إلى الموسيقى تركب الموسيقى على الكلمات، إذا مو ماشي على الكلمات معنات القصيدة فيها نشاز، وهذا اللي قاعد يصير لنا في العزاء. الضربة مين ويا الكلمات سبب لنا خربطة فوق تحت في العزاء. هاي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة إلى التطويل اللي هي شغلة الشباب اللي هو يعني الأكبر من الشباب، يعني أكبر من الأربعين سنة ما قاعدين يقبلون على له العزة. هذه أنا أعتقد لابد أن نبحث أسبابها. سيد حسين، نعم أي البطء، بطء العزاء، وفي نفس الوقت يعني بعد أسباب ممكن مالك ذكر له سالفة القصيدة الله أعلم. في أحد اذكرها توصية من التوصيات بالنسبة إلى القصائد، أحد الأخوة الكرام في المرخ كان دائماً حث على هالنقطة. إحنا عندنا قصائد خالدة موجودة في الكتب وإلى شعراء كبار، ليش ما نأخذ هاي القصائد ونسوي ونلحنها ونجيبها في العزاء؟ بالعكس يعني اليوم إحنا حتى ذو الجناح نلاحظ كان أول موكب بروحه في عاشر عدل، الحين اختفى مو موجود ذا الجناح، مع الرغم ان كلمات ذا الجناح كلمات قوية وفي الصميم. ويجيك شيال يا اما انه يطبع ابنا في ليلة عاشر، والله انه طبعا ما بوصل مستوى ذا الجناح اللي يقرونه اللي اكبر منه، لكن يعني بيكون مؤثر في نفس الوقت يوصل الرسالة. سيد حسين، حبيت اشدد في نقطتين. نقطة سرعة العزاء انا اشوف يعني مبالغ فيها، يعني بعض مع الأسف بعض الشباب هم اللي يتحدثون عن هالكلمة، يعني إن أو كل على راحتهم. أنا ما أسمع كلام كبار هذا مع الأسف بعض الشباب، يعني بحجة يقول لكم المشي قص ما بروح واجد طولون، يعني الشباب نسمعهم مو نسمعهم الكبار، هذا مشكلة. يعني بينما كان المرحوم سيد كاظم والكبار السن كانوا من أول الحاضرين وتشوفهم ما يعانون هالشغلة، بينما الشباب هذا الشغله. يعني الشغله الثانيه انا يعني ضربه المارخ على قولتهم كانت محافظه على هدوها، بس انا تفاجات في العزاء الاخير
قلت هذا العزف المارف رد يعني كان انصاع لل للمعزين الخارجيين، يعني الشيالين مال الخارج اذا جون المارخ يستانسون بالضربه، اتمنى يضلون على ضربتهم القديمه، ما نبي ضربه سريعه تخرب العزف يعني. اتمنى يعني نرجع مره ثانيه اذا في احد ايش اسمه عنده تعليق حسين، بس انا يعني خلنا على اساس انه نرد مره ثانيه لو واحد يفكر ان احنا حاطين على المعزين او على الروادي، طبعا عندنا روادي موجودين هنا وشعراء كذلك، احنا في هذه الجلسة هدفنا نطور انتقاد بناء، مو انتقاد هدام، مو هدفنا نهدم موكب العزاء، نريد ياخذ لمعته وبريقه واصالته الاولية، بدل ما رجعنا مرة ثانية المعزين هم اللي قاعدين يمشون العزاء، نبغي الرادود واللجنة هي اللي تنظم والمعزين هم اللي ينصاعون الى 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 التنظيم، على اساس نمشي في موكب حزين الى اما هذه لوفام والى مولد، ولا نلاحظ كثير من الاحيان كانه فرح اللي يشوف المعزين يقول هذا مستانسين مو حزينين. ابو علي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعقيبا على كلام السيد حسين سيد عباس بخصوص ان موكب العزاء يطلع مثلا، لو يقول انه مثلا يا حسين ويرجع، انا طبعا وجهة نظري صحيح كلامه هو ما في يعني شك، لكن وجهة نظري انا ان العزاء او القصيدة بما معناه ليست مجرد بس عبرة، يعني عبرة وعبرة، يعني احنا طلعنا في العزاء لهدف زين ولنهج معين والى سلوك معين، يعني مثلا الرسالة هذه اللي لازم نأديها، لازم يعني القصيدة تحوي أشياء واجد، الحسين ما خرج بس حق يعني أن احنا نلطم عليه أو نبكي عليه فقط، لا، لو كان الموكب العزاء مقتصر على بس يا حسين وريد يرجع، الأولى أن احنا نسمع الخطيب بدون ما نطلع عزاء، رسالة الموكب تختلف، يعني رسالة الموكب يجب أن تكون فيها العبرة والعبرة زين، يجب أن تعكس سلوكياتنا أخلاقياتنا، يجب أن تعلمنا أول زين، الكلمات المفروض تكون متنوعة، يعني إحنا ممكن نجيب قضايا اجتماعية، ممكن نجيب قضايا أخرى، يعني لا تقتصر يعني فقط على القضايا الحسينية أو القصيدة الحسينية فقط، لأن الحسين ما خرج بس يعني المفروض اللي يعني الحسين طبعا خرج كعبرة لنا وكيعلمنا وفهمنا، فيعني أنا أعتبر أن الموكب هو مدرسة نتعلم منها. وشكرا. نشكر أبو علي. أنا يعني أحب بعد سيد حسن عفوا، أتمنى من اللي موجودين في وسط الحلقة، نعم سيد حسين بعده، اللي موجودين في وسط الحلقة نبغي نسمع رأيهم، قد يكون الكلام اللي موجودين في الأطراف الحين اللي تكلموا أغلبهم، يمكن سيد حيدر وحسين موجودين في الموكب باعتبارهم رواديد، بس اللي في وسط الحلقة بعد يهمنا رأيهم على أساس أن احنا نستمع إليهم. سيد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. بس إضافة إلى نقطة اللي أثارها أبو علي أحسن سرور، في لقاء صار لسيد عبد الله الغريفي رضاه الله في حول الموكب ورسالة الموكب موجود على يوتيوب، وطرح يعني هل يطرح مثلا مواضيع سياسية أو مواضيع اجتماعية في الموكب؟ كان جواب السيد جدا جميل وأثار إلى نقاط جدا رائعة، يعني من النقاط اللي أثارها السيد أن الموكب ما يتحول إلى مسيرة، موكب العزاء ما يتحول إلى مسيرة بحيث أنا لين أخرج مقطع مثلا إلى هذا الموكب ما أفرق أن هذه كانت طالعة مسيرة سياسية لو طالع عزاء، وفي نفس الوقت أن الموكب لا يغيب عن هموم الأمة، أن الموكب لا يغيب عن هموم المعزين، هموم الشعب، هموم المجتمع، يكون هناك توفيق بين الرؤيتين، أن الموكب يتم طرح فيه
الشأن العام للمجتمع للأمة من شأن سياسي من شأن اجتماعي من شأن ثقافي، ولكن لا يغيب لا يعني يضغى الطرح السياسي على العزاء الحسيني، فيكون توفيق بين النقطتين. وفي أيضا ربما وجهة نظر يعني أن مثلا ليلة عاشر ما يمكن وجهة نظر يعني ما أدري أن هذا صحيحة أو لا، أن مثلا ليلة عاشر لا تكون ليلة عاشر للحسين عليه السلام، ليلة عاشر تكون ليلة عبرة لا يعني تكون بكاء. أما ليلة عاشر مثلا أو حتى كالخطيب أنا أعتبر وجهة نظر، ليلة عاشر مثلا خطيب يجيب لي موضوع ويجيب لي لا، ليلة عاشر بكاء، ليلة عاشر الموكب يكون بكاء، موضوع السياسي الموضوع الاجتماعي نعم فيه عندك من ليلة حادي التاسع تقدر تطرح في هذه المواضيع هذه يعني كانت. أشكر سيد حسن طبعا، سيد طه قبلك سيد حسين بتكلم قبله بعد إذنك. يلا طبعا سريع علشان يعني باختصار شديد أضيف على ما أتى به السيد في التسعينات إذا تتذكرون، ما أدري يعني أكيد أكثركم يتذكرون وأكثركم يعني يمكن حضروا الموكب ويمكن بعضكم بعده صغير، بس في التسعينات وحتى قبل التسعينات الشيخ عيسى الله يحفظه، السيد أكيد يتذكر الشيخ عيسى الله يحفظه دائما كان يصر على الحضور في الموكب وخصوصا في المنامه، وكان دائما يقول بأن هذا الموكب يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن تعرفون أن كانت ظاهرة وهذه ظاهرة من الظواهر اللي يعيشونها المجتمعات في ديك الفترة. اليوم إحنا قاعدين نعيش ظواهر ثانية، أنا راح أربط إن شاء الله. الظاهرة كانت هي انتشار الفساد الأخلاقي حول مواكب العزاء، يعني يجون النسوان والبنات ويقعدون يبسطون ويصير مغازل ويصير وإلى آخره. فكان شيخ عيسى أتذكر من كلماته يقول هذا الموكب لازم يمشي مثل المكنسة، يكنس هذه الرذائل الموجودة حتى في الشارع. وأتذكر من ضمن الأشياء اللي صارت أن عرضوا في هذا الشارع نسميه شارع يزيد لأن كانوا فعلا أنصار يزيد يتواجدون فيه، عرضوا الموكب بطريقة بحيث يمشي الموكب ما يخلي ولا أحد قاعد، يعني من الطرفين يمشي وهو إحنا محتاجين فعلا أن الموكب اليوم يناقش يعني مثل ما ذكر أبو علي ومثل ما ذكر السيد يناقش هذه الظواهر اللي إحنا اليوم عندنا قضايا في القرية هني. ليش الموكب صاير بعيد كل البعد عنها؟ وحتى لو الموكب قاعد يناقشها بي يعني مو بذيك الصراحة إلا بحيث هذا الشاب المبتلى بهذه المصيبة يضرب على صدره ويذبح روحه ويصير صدره أحمر ويخلص العزاء ولا يدري وش الكلمة اللي قالت، يطلع من العزاء وكأنها ممارسة لضرب لطم على الصدر يعني وكأنها طقس بس بالضبط. بينما احنا محتاجين فعلا ان احنا نفعل دور الموكب في المجتمع ليعكس هذه الروح، روح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي خرج من اجلها الامام الحسين. مشكور سيد طه. خلينا نذكر توصيتين من اللي ذكرهم سيد طه بالنسبه الى الرواديد. روح للرواديد، الرواديد تمام، بس بنذكر توصيتين عشان لا ننساهم. بالنسبة إلى الرواديد مثل ما ذكر سيد طه يعني من ضمن أحد الأشياء الموجودة اللي لابد أن يلتفت لها الرادود أنه ما يكون إنسان سطحي، أنه يلتزم بالدين بنواهيه بأوامره، يقرأ يثقف، أنه يكون رادود مثقف دينياً. هذا بيخلي بمنجات عن الأمور اللي قاعدة تصير من مشاكل وهالأمور هذه اللي ممكن طرحها سيد طه، سالفة أنه القرية في مشاكلها في وادي وهو في وادي ما يدري بالدنيا. فهذه لما يكون يعيش المجتمع، لما يكون يعيش القرية، هموم القرية، مشاكل القرية، هذا الرادود اللي احنا نحتاجه. أما الرادود السطحي اللي يعني مجرد أنه جاي بيشيل شيلة وبيروح بيتهم، هذا ممكن أنه ما مجرد لحم بس. بالنسبة إلى المعزين، نروح إلى محور المعزين، توصية سيد حسين باخذ من وقتك شوية.
بالنسبة إلى المعزين نرجو أن يكونون يمثلون ضاغطة على الشيال يوم اللي يجيب الشيال كلمات ولحن ممتاز. أنا أقول مو بس اللجنة دورها في استبيان السوي، لا حتى المعزين يوم اللي الشيال يجيب كلمات وألحان ممتازة يشد على إيد الرادود، نفس الرادود له مناسبة ثانية مالك، يوم اللي يجيب قصيدة وألحان تعبانة يقولوا لا ألحانك يبغى لها تعديل وكانت المناسبة اللي طافت أفضل، يشكلون عليه ضغط. هذا الضغط في النهاية راح يولد تطوير إلى الموكب. سيد حسين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا أعتبر روحي توي يعني متكلم لأن شيء كان مجرد تعقيب. أول شيء نشكر الجماعة على هذا التنظيم وهذا الاهتمام والله يثيبهم إن شاء الله. المسألة الأولى عليكم أنتم، يعني جلسة وطارحين لي كم محور؟ 4-5 في جلسة واحدة، هذا عدد كبير. مفترض توزعونهم ليلة مثلا محور واحد أو محورين علشان مثل ما تقول تعطي حقه، كل محور تعطي حقه. يمكن الحين أنت يمكن الناس متوجهة لمحور واحد وعطت حقه والباقيين ما حصل مناقشة صحيحة أو كافية أو وافية. فأعتقد انتبهوا لهذه المسألة، وزعوا علشان تكون ليالي أخرى لمحاور أخرى. المسألة الثانية، أبو علي طبعا حسين سرور، أنا يعني أحبك وأقدرك أبو علي وأوافقك الرأي. طبعا أنا ما قلت الكلام إن أنا يمكن تفهمت خطأ، أنا رديت على إذا كان الموكب بيطلع أصوات وموكب مو صحيحة كلماته وألحان ما أدري شلون وضربته غلط، فأنا يكفيني موكب ينادي يا حسين. ولكن إذا جاء موكب وعطاني كلمات صحيحة وألحان صحيحة وكل شيء مضبوط، هذا عالي العال وهذا المطلوب أصلا. وأنت إنزين، بالنسبة لكلمة بعد سيد حسين، ما نشوف جهالة وما نشوف صغار في العزاء، وأنا الآباء أصلا ليش ما تجيب ولد؟ ليش تشوف ولد قاعد؟ إحنا كم مرة نطوف على الطرقات في القرية ونشوفهم فلتين، يعني ما نقول بس الصغار، حتى الشباب، حتى الشباب تشوفهم في أماكن يجلسون، ما نبغى نذكر الأماكن وكلنا نعرفها، في أماكن أكو كل ليلة موجودين حتى وقت العزاء موجودين. يا جماعة هذه تعزية، تعزية الإمام الحسين، خلي يسجل اسمك وتعزية تعزي فاطمة الزهراء عليه السلام وبتتواجد في الموكب. كم بتاخذ؟ ساعة، ساعة ونص أو أقل. فلذلك أريد أؤكد عليه، الآباء جيبوا أولادكم دائما، لازم تتأكد أن ولدك موجود. وأيضا سيد علي يقول لي خلهم هم يجون بعد أصلا، فهذه نقطة. إنزين بعد علشان أختصر نقطة مهمة يا جماعة لا تغفلونها، عزاء المنتظر انتبهوا إليه. هذه أنا أعتقد من مهام لجنة العزاء في المأتم، لا يكون لجنة خاصة أو مستقلة، وجهة نظري طبعا ما ألزمكم فيها، ولكن أعتقد وأقترح على لجنة العزاء في المأتم أن تتبنى عزاء المنتظر. عاد مو تتبنى بس خلاص هيك وتطلع سماعة وخلاص، لا تتبنى علشان مثل ما نقول تطلع لنا رواديد المستقبل. ونقطة أيضا مهمة، رواديد الناشئة اللي يشيلون في الموكب دائما انتبهوا لهم. ساعة واحد يجيب قصيدة ولا يدربها من وينه وألحان من وينه، يعني فأنتون لا تكون مهمتكم بس يا فلان تعال شيء دا راجعة بعدين كلمة. أنا شفت مرة في مجلة مأتم السنابس في لجنة خاصة بالمتابعة، لجنة والله انت جيت شلت نجي نقعد اياك عقب فترة عقب ليلة ليلتين من مشاركتك كانت كذي كذي كذي، لحنك كذي، كلماتك كذي. فلذلك متابعة، انا اللي اقصده متابعة، الاهم هي الناشئة. انت تريد يعني رادود للمستقبل، لا تخلي يعني بروحة مسكين اجتهادات شخصية، اجتهادات شخصية يمكن عقب فترة ما تشوف الا خلاص ما حصل تشجيع ما حصل اهتمام. شكلي بعد انا بصراحه يعني ما اهتموا بي، كانت طاقه وخسرتوني والله، ان كان الحنف بنسلو مالك بعد. خلاص يعني هذه نقاطي واشكركم جميعا. بالنسبه الى له التنظيم، تنظيم هذه الجلسه الحواريه،
احنا قلنا ان هذه الجلسة الحوارية الاولى وهي جلسة عصف ذهني. احنا بنطرح كل القضايا في كل المحاور وعلى اثرها بنوصي بتوصيات ممكن تكون موجودة تقرونها. منحاول بقدر الإمكان أن ننفذ أو اللجنة عفواً لجنة الموكب لجنة العزاء بتحاول بقدر الإمكان تنفذ الأمور اللي هي قصيرة المدى والطويلة المدى بتقعد تشتغل عليها على أساس أن تطور الموكب. لحد الآن إحنا ما سمعنا من وسط الحلقة منو في من وسط الحلقة ممكن إحنا نستمع إليه. أحمد عطى المايك لحظة قبل لا شو اسمه دقيقة بس سيد علي أوكي سيد علي بعدين بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقطته ردا تقريبا على سيد طه وسيد حسين عن عزوف الجماعة وهو أن الموكب نفسه هو النقطة الأضعف لجميع برامج قرية. يعني أي وفاة تشوف نقطة النقطة الأضعف فيها الموكب يعني وقت العشاء وهو أهم وقت وقت الملة بعدين الموقف في الطقاق. يعني على سبيل المثال سيد عمار إذا نظمت رحلة بركة سباحة إلى أشبال القرية تعليم الديني هل تسمح لهم أن يسبحون مباشرة بعد الوجبة؟ طبعا ما يصير لأن ما يصير أنك تسوي يعني نشاط رياضي أو نشاط بعد الوجبة مباشرة. فشلون انت تطلب من معزين انه يلطم على صدره وتوه ماكل الوجبه حتى ما نزلت لبطنه؟ هذه نقطه. هذه النقطه دائما تثار من قبل الرجال ومن قبل الشباب وسووا لها استبيانات وسووا لها كذا مي راضيه الحل لدرجه ان في فكره من الافكار مسترسخه عند بعض رجال اهل القريه ان وصارت ترف ذكرى وفاة السيدة فاطمة الزهراء الأخيرة الرواية الثالثة يوم أعلن عن وقت الملة وقت العشاء في مسجد إخوتي أحد الرجال قال ليش الملة عقب العشاء؟ قالوا ليه العزب يتأخر الملة الساعة 8 كنت إذا عشيتم 9 العزب يطلع 10 قال الغوا العزب. زين ليش تلغي العزاء؟ ليش حاط في بالك ان العزاء مو مهم؟ لا مو الغي العشاء. يعني انت عندك مقترح انك العشاء هو بركه المفروض نتفق ان العشاء هي وجبه بركه يعني مو وجبه انك لازم تمتلئ الى النخام. زين فبامكانك انت هاي نقطه واجد يقولونها بعد المعزين لا ياكلون ليش انت مشمول بالبركه والمعزي مو مشمول؟ في نقطه تقدر انك اذا تبى تخلي العشاء متاخر وزع في بارسلات بعد الملة ولا يبى ياكل ياكل ولا يبى يعزي يعزي ولا يبى يجي العزة في أي وقت بيجي سواء. وفي نقطة بعد أتمنى إدارة المأتم تنتبه لها عن توقيت العزة رجاء كل الرجاء إذا طلع العزة يعني على الأقل ربع ساعة يتم المأتم مفتوح وبعدين يغلق. انت الطالب اهالي القريه يشاركون في موكب العزاء وانت تفتح لهم الباب انهم يبسطون مكان مكيف على نفقه الامام الحسين قاعد يسولف في امور الدنيا في امور ما تخص المناسبه وانت عندك موكب العزاء ما بياخذ من عندك 45 دقيقه تقدر تشارك فيه تسولف نفس السوالف اللي تقولها مش ورا العزاء. يعني وجودك في الموكب يطوله ويعتبر مشاركه. أتمنى من الإدارة تهتم فيها. سيد علي أنا يعني النقطتين أشيد بهم بالنسبة إلى يعني سواء كنت أتفق أو أختلف معك بالنسبة إلى توقيت العزاء بس ألاحظ أن هذا هم وفي نفس الوقت الشغلة الصحية تقول أنه ما يصير بعد الأكل هي شغلة مالك لحظة شوية في قبلك اثنين. الشغلة الثانية بالنسبة إلى النقطة الثانية اللي ذكرتها اي العزوف سيد نزار عزوف الشباب او عزوف اللي هو اللي فوق الأربعين وقعدتهم يا سيد علي في الماتم يقول بحجة شنو سيد هادي؟ بحجة انه انا قاعد بطيء العزاء ما افهم الكلمات الحم ما ادري وين من جابينهم. زين انا وجودي في العزاء بامكان ان انا اضغط للتطوير أما من قعدتي في الماتم أي تطوير ده أنا ما قاعد أستمع للرادود وأعزي وما أدري شنو ما أقدر أن أنا أطور وما بستمع للكلمة بالضبط. هذا بالإضافة لأن حضوره في ثواب بإمكان أن أنا أطور العزاء فوق الأربعين الشباب بإمكان أن أنا أطور العزاء بحضوري
أما بقعدتي في الماتم أنا طبعا مكان أكسر ما بقدر أحرك شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا أنا أحب اليوم أن أكون ضيفكم يعني بدل ما تكونون ضيوف لجنة الموكل عشان نسمع بالضبط وإيش الآراء المختلفة ويانا. فما أحب يعني إن أو ما حبيت إن يعني نقولنا مثلا جلستنا هني إني أريد وأقول لا إحنا سوينا وداك سوى وهذا. فحتى لو في نقطة يعني حبيت إني أسمع فيها آراءكم أكثر يعني. بالنسبة إلى الموضوع اللي ذكره سيد طه رسالة الموكب. رسالة الموكب من أهم الأشياء اللي تقوم عليها لجنة الموكب، من أهم الأمور اللي لازم تتوجه إليها كل الجهود، لأن أنت في النهاية الموكب وإيش هدفه؟ هدفه طرح هذه الرسالة توصيلها إلى قلب المعزي، هذا الهدف الأساسي. طبعا عندنا اليوم عدة أشياء نقدر نوصل بها الرسالة اللي لازم الموكب يوصلها، من ضمنها أشياء اشتغلوا عليها الجماعة، من ضمنها أشياء يعني قاعدين يشتغلون عليها. إذا شفتون الفيديو اللي سووه رسالة الموكب إن شاء الله يعني بيكون هذه أشياء متكررة بحيث أنها تكون تؤدي إلى توصيل الرسالة اللي الموكب يعني مبتغي أنه يوصل إليها. فمن ضمن الأشياء اللي اشتغلوا عليها الشباب اللي هو سيد علي وسيد عدنان والجماعة اللي هو موجودين في اللجنة هو عمل شعاري للجنة، شعاري لموكب العزاء وشعاري للجنة الموكب. ما أدري بعضكم شافه وما شفتونه، بس هو هذا الشعار على شكل يد تكون في كل أصبع من الأصابع، خلنا نقول رسالة أو هدف يبتغي الموكب. أول رسالة أو أول هدف للموكب هو المواساة، وبعدين عندنا اللي هي رسالة يعني إنه الموكب يؤدي رسالته، وعندنا توعية وتلبية ونداء. وكانت كان هذا الشعار على شكل يد، شكل كف، هي الكف نفسها اللي يلطم بها المعزي، ونفسها الكف اللي تكتب الشعر، واستيحاء من كف أبي الفضل العباس عليه السلام، لذلك كان على شكل كف، ونفسها اللي هي الكف اللي يستعملها يعني كل خادم للإمام الحسين. فوضعت في الأصابع على شكل الأهداف اللي يبتغيها الموكب أو الأمور اللي يرجوها يعني من خروجه. فكانت الهدف الأعظم هو لخروج العزاء منذ استشهاد الإمام الحسين واستشهاد أهل البيت عليهم السلام وغياب الإمام المنتظر، هو المواساة وهو الهدف الأكبر يعني، كما أظن اتفقياي الكثير كما يعني وصينا أهل البيت أنه هدفنا الأسمى في العزاء هو مواساة أهل البيت. المواساة طبعا تتحقق بمجيئنا للعزاء ومن خلال الأصابع الأخرى، توعية وعينا في العزاء، تأديتنا لرسالة أهل البيت، تلبيتنا لنداء الإمام الحسين وندائنا، النداء اللي نقوم بفي العزاء واللي يعبر عن التزامنا بخط أهل البيت. كل هذه الأشياء إن شاء الله تكون تصب في جانب المواساة. فحبيت أقول يعني إن هاي إن شاء الله إن بيكون هدفنا وشغلنا الشاغل بإذن الله إن إحنا نكون في هاي اللجنة، خروجنا من بعد السنتين أو إن شاء الله يعني رجوعنا بعد السنتين يكون من بعد تطوير. وهي الأشياء اللي اشتغلوا عليها الجماعة من ضمنها الفيديوهات وبعض الأشياء، وهي من ضمنها اللمة، يعني كلها أمور بسيطة قاموا بها الجماعة عشان هم يكونون يوصلون الرسالة. إن شاء الله إذا يعني أحد عنده أفكار أخرى بعد أنه يعطينا إياها شلون يعني أن احنا نقدر نوصل الرسالة بأفضل ما يكون. هي تعليقا على رسالة الموقع. أول شيء أحمد، ناخذ أحمد، ما عندك شيء؟ سيد محمد، سيد ناصر، اعطوا الميكروفون. سيد ناصر، سيد ناصر عند له موكب عزاء المنتظر، عطنا تقييمك عن الإمام المنتظر بعدين. على السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عن موكب عزاء المنتظر، عندنا واجد رواديد المفروض سنهم عزاء الكبار، احنا الجدول يصير مضغوط لأن هم الأولى يعني تقريبا في عزاء المنتظر.
إذا ما عطيته يجي يقول لي واش سيد متى أنا عندي متى ما أدري، وهو اللي يتحرك على عمره لأنه عزل الكبار ما يحصل فرصة. المفروض مع الرغم أنهم يجيبون شيالي من برا. تفضل. وهذين يعني لو نبى ننمي الصغار نحركهم ما في مجال في الجدول بسبب لك. هذا أول نقطة. وثانيا عربانتنا من أيام سيد ميثم الخالي سيد علي، وكل مرة نتحرك عليها وما حصلنا. يعني عندك بس هالطلبين. أنا سيد ناصر ملاحظ أن في شغلة صايرة في العزاء المنتظر، أنا طبعا دائما ويا أولادي أتحرك في عزاء المنتظر، ألاحظ أن عزاء المنتظر صاير للمرحلة الثانوية الإعدادي، مثل ما قال سيد حسين الإعدادي والابتدائي مو موجودين في العزاء، عزاء المنتظر اللي هو للصغار مو موجودين، اللي يعزون مال الثانوي، وما الكبار هم اللي يعزون في نفسهم مال الثانوي. زعج على وش فائدة عزاء المنتظر؟ قول. فبالتالي الآن احنا خلنا نطلع بتوصية محمد. يعني طبعا احنا التوصيات اللي نذكرها سواء اخذ بها ما اخذ بها في النهاية احنا طرحناها، ان الشيالين سيد ناصر الشيالين الكبار ما لهم شغل بعزاء المنتظر. يعني انت مفترض يكون قاعده ويا لجنه العزاء الشيالين الكبار، لان انت هربت شو اسمه الصغار. احنا هدفنا الصغار انه يكونون موجودين في العزاء، اما اجي الاعدادي والابتدائي مو موجودين معناته مشكله صايره عندنا بالنسبه لعزاء المنتظر. فالكبار الشيالين الكبار خلهم يصعدون، عطهم ليلة مثلا في السنة، ليلتين في السنة، وخلي يشد على روحه علشان يثبت وجوده. سيد نزار كأن سيد طه قبل لك احنا نمشي بالدور. ها سيد بس نازل لك تفضل. بس بين نقطة، يعني احنا من اول ايام ضمن الادارة شفنا احتياج، يعني تكلمت معي سيد محفوظ قلت له اي شيء محتاجينه لجنة المنتظر نستعد نشتري اليكم، فجابوا بتل واشترينا لهم بتل، لقيناهم بعد قلت له اذا عندكم اي شيء بغيتوا تشترونه احنا حاضرين. فهم منهم يعني مو تقصير مهم لنا. يعني الان بالنسبه الى التوصيه اللي ذكروها سيد نزار، انا يعني انا كنت ياك في هالخطوه في حال متابعه. سيد ناصر من المفترض انه يتبع بعزاء المنتظر للجنة الموكل. هني النقطة اللي ذكروها من ضمن التوصيات اللي هو بالنسبة للعزاء المنتظر، عزاء المنتظر مو منفصل عن لجنة الموكل. اللي الحين الواقع صاير عزاء المنتظر ما له علاقة بلجنة الموكل. هذا اللي مخلينا اساسا سيد ناصر ما يدري بالدنيا، لان سيد محمد ما شو اسمه مو هو اللي صاير انه يوجهه ويقول له تعال خذ اشتر سو الجدول بهالكيفيه، شيالين الكبار خلهم في عزانا، الصغار هم اللي يطلعهم بحيث انهم هم اللي يشيلون. عدل سيد ناصر ما له علاقه بلجنه الموقف. فخلنا احنا نرجع مره ثانيه القطار الى السكه علشان نمشي بشكل صحيح. هذه حطي لك توصيه سيد طه. تفضل. احسن سيد عمار. انا يعني اول شيء بالنسبه لعزاء المنتظر اؤيد بشده الاقتراح اللي قلته بان يبقى عزاء المنتظر عزاء للناشئه اطفال هذلين عشان يكون هو المدرسه اللي تاهلهم للدخول للموكب الكبير ان شاء الله. وهذه احنا من صغرنا عزاء المنتظر مو جديد، يمكن سموه عزاء المنتظر الحين بس تذكرون، يمكن سيد عمار يتذكر، سيد عادل كان له باع طويل في الموضوع، سوى لنا مادم وقام يلبس لنا غتره سوداء وعقال وما ادري ايش ويجي ويقرا حسيني زين، وكنا يعني في هذا ونطلع عزاء، وعقب لما شويه على قولتهم صرنا يعني في مستوى عمري نقدر ندخل الموكب الكبير دخلنا الموكب الكبير، والحين طبعا حتى الموكب الكبير ما نقدر نمشي. عموما ارجع الى نقطه، انا ما ادري راح سيد علي بس هذه نقطه، يعني النقطه اللي طرحها اللي هي نقطه توقيت الوجبه، توقيت الخطيب، توقيت العزاء، وهذه نقطه كلش مهمه. واحنا للامانه من اول ما في اول اجتماع لما قعدنا، لان احنا موجودين في الديره ونعرف ايش الهم، هم الموكب وهم الماتم وهم وكنا في الماتم من قبل بعد، ونعرف ان هذه مشكله ازليه، بس يعني نبي الحين ناخذ مثال ونناقشه. الحين احنا حاولنا، كميل ما قصر، حاول بقدر الامكان ان الخطباء من الحين لشهر رمضان رتبهم بالطريقه هذه، عشاء خطيب عزاء،
بهالطريقة. لكن قولوا لي انتون الحين متى عدنا وفاة الكاظم عقب الإمام الجواد متى؟ إيه يعني بيكون وقت الأذان الساعة 5، بيكون وقت الأذان المغرب الساعة 5، 5 المغرب. وفي ديك الليلة في وفاة، في خطيب، وفي عزة، وفي عشاء. أنبي من عندكم اقتراح للترتيب؟ صغير سيد في الحج، في الحج، ها في الحج، إيه بعد بعد شهر رمضان. إيه أعطوني اقتراحكم للترتيب، تفضل سيد. من الصلاة إلى سبع ما في شيء، من الصلاة يعني من خامس عندك ساعة ونص، احنا نقول لأن احنا ويش احنا المتعود احنا بس نبي أفكار الحين، نبي أفكار في فكرة اللي طرحها السيد أن لا خلوا العشاء الساعة 6 أو الساعة 7 وعقبة الخطيب الساعة 8 وعقبة العزة الساعة 9، هذه فكرة. بس تعرف أن الساعة 9 إذا من الأذان الساعة 5 وقت كلش طويل إلى الساعة 9 ما بيخلصون العشر ونص، كأنها يعني نص الليل على قولتهم. هذه فكرة. فكرة ثانية، بس إذا سويت العشاء الساعة 5:30 عقب الصلاة أو هذا الناس توها متغدية، ها؟ إيه. هي المشكلة وإيش؟ المشكلة ساعات تدخل فيها تعقيدات ثانية. إحنا مجرد كذي، أنا أقول لك أنا أحطكم في الصورة وأحطكم في الجو بالنسبة للنقاشات اللي تصير. صحيح، عليك نور. ساعات وإيش يصير؟ لا العشاء مو آخر أولوية، لا لا مالك اسمح لي، أنا ملتزم للناس، عازم الناس يا جماعة في ليكم عشاء في الماتم. يجيني واحد من الساعة 5 زين أقعد للساعة 9 ما تعشى في الشتاء، إيه لا 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 أنا ما أحط رقم 3. أنا اسمح لي، لا ما علي، أطرح وجهة نظري، طرحت وجهة نظر. أنا أقول عندي حجي عبد الله، عندي سيد حيدر، عندي فلان الفلاني، وعندي فلان الفلاني. زين هذين يعني طبعا ما عامل الكل بنفس المستوى، بنفس هذا الخطيب والموكب والوجبة، أرتب الوقت مو لأنه أقل شيء أخلي الساعة 10، إذا لا أعلن للناس أنه في 10، لا أعلن للناس من البداية أنه في عشاء. إذا هو أقل أولوية زين أخلي الخطيب والعزاء، وبعدين للمعزين في عشاء. أقدر أسويها بهالطريقة. بس الفكرة وإيش؟ الفكرة التعقيدات خلنا نقول والأمور الأخرى اللي تدخل على الخط أحيانا، تكون أنت ملتزم أو تبي خطيب، تحصل خطيب يقول لك يا أجيك الساعة 6 يا أجيك الساعة 9 مثلا على سبيل المثال. تحاول تبحث عن غيره، وطبعا كميلك وهني، وخلي يعني يوضح لكم المعاناة، يمكن بعضكم اشتغل في هالدور هذا، المعاناة اللي يعني اللي يبدلها كميل في سبيل البحث عن خطيب يليق بالمناسبة. يظل على قولتهم يتصل مو بواحد ولا باثنين ولا بثلاثة ولا بأربعة، تصل احيانا الى 15 خطيب، صح احنا اذا غلطان زين. واخر شيء الخطيب اللي يجي يكون مع الاسف مو احنا اللي مختارين للوقت ولا مختار الوقت، يقول لك انا عندي مجلس في المحل الفلاني ومجلس في المحل الفلاني. شفتوا المناسبه اللي طاف قبل كم مناسبه جلموا له واحنا بعدنا نتعشى. زين سي كوميل، ما ادري مالك كوميل عط مالك الميكروفون بس لا تطول مالك. سيد هادي قبل لا تتكلم سيد هادي، يعني برجع مره ثانيه العزاء المنتظر، يعني الاثاره اللي اثارها سيد طه البيضه قبل الدجاجه، لو الدجاجه قبل البيضه، واحنا الظاهر ما بنطلع من هالسالفه في حلقه مفرغه. نرجع مره ثانيه بالنسبه للعزاء المنتظر، انا كلمتكم يمكن كل مره اثقل على بهالنقطه وكلمت الاداره عنها. احنا عندنا عزاء المنتظر وماشي احسن ما يكون. في السابق كنا مع سيد عادل وسيد هادي الله يحفظهم كانوا مسوين مجلس خطابه للصغار، حاليا هذا مو موجود. احنا فكرنا في افكار كثيره على الاقل في محرم،
سووا لك خيمه بتعاون من ثلاث المؤسسات المأتم والهيئه والصندوق خلف عاليات الصندوق اللي يسوونها رسم ما رسم يجيبونه هني في الخيمه بدل ما يصير لنا تشتت في الفعاليات واولادنا يتباعدون عن الماتم وبعدين ما نشوف اللي يروحون يحرقون ويروحون ما ادري وينه فخلهم هني في خيمه يقرموا ايش اسمه خطيب صغير اثنين رسم ثلاثه يروحون موكب العزاء المنتظر وبعدين اللي بيلتحق بعزاء له الكبار او انه يروح ينام اما بهالشكل اللي صاير لنا وايش يروح يرسم انا قاعد اقول لكم الواقع اللي قاعد يصير يروح يرسم عزاء المنتظر ما يدربه الخطيب ما يدربه وبعدين يروح برا شو اسمه الله يستر وش اللي يصير يفلعونه ما ادري وش يسوون برجع لك مره ثانيه سيد محمد وبعدين يوسف سيد هادي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اولا موضوع توقيت توقيت العزاء موضوع ثقافة أهل القرية يعني في القرى الثانية خلاص تعودوا على الوجبة الخفيفة عقب الخطيب أو عقب الملة أو هذا احنا في المر خلاص تعودنا على الدسومة والش يسمون فمن الصعب انك تغير ثقافة الناس في القرية على انك تقلل من أهمية وجبة العشاء يعني صار النقاش في موضوع تنظيم وقت العزاء اتذكر في بعض الجروبات في الواتساب دائما ينطون لك أكثر الموجودين انزين والعشاء متى دائما يذكر وقت العشاء ما يحط هامش ابدا يعني وصح ان لمه العشاء وهذا فيها ثواب فيها اطعام يعني شيء مستحب لكن كل القرى تجاوزت باستحباب اخر له له البركه احنا في الديره مو بركه انما وجبه دسمه فدائما ترتيب الجدول يعني البرنامج في شو اسمه دائما يعتمدون على العشاء النقطه الاولى دائما يعتمدون على العشاء العشاء تجاوزوا على قولت مالك خلوا خيار ثالث حطوا قطوا ضمن اي ترتيب يعني فموضوع الثاني الخطيب دائما يقول لك الخطيب ما حصلنا وقت يعني كل القرى لا 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 علاقه دائما يتاخر العزاء احيانا لان الخطيب مثلا ما حصله بالرغم ان الايام الاخيره دائما ترتيب ممتاز نتمنى ينضبط وهذا جبع الضغط يعني مثل ما انضبط هذا التوقيت اكيد يقدرون يضبطون كل على طول السنه يعني ايش اسمه لان بس المرخ اللي مشكلتهم هي الخطيب مشكله ثانيه هدف الموكب اعتقد يعني هدف الموكب لازم ما يكون هدف الاسماء الى بس مواساه لان اليد على اللي شفتها انا اليد فيها عدة نقاط وجدا جميلة فالهدف الأكبر فيه إذا لاحظنا اليد الأصابع اليد تركيز عليها مو بس المواساة لأن ما تركيز يعني على أبو الحر لا بس خلاص بس التركيز على هاي الخمس النقاط وترك عنوان فقط المواساة أو سيد محمد بشكل مختصر لا ما عليك خلاص انت تكلمت مرة بالنسبة لل المنشدين يعني اعطاهم فن الانشاد مثلا يعطون مقاطع مثلا من القرآن يتدربون عليها او الشعر مثلا حتى ما يتفاجئون بالموكب لو الموكب بالالاف يعني بيكون باحسن صورة يعني مو مثلا تقول لي انت الليلة الفلانية عليك وتسكت عنه لازم تدربونا او اذا تحسون انك تدربونا بعد مجموعه او بس هذه ركزوا عليها يوسف هني يوسف اللي قدام خذ المايك وتكلم اياه تحضر عزاء المنتظر قول لي رد علي بس تحضر عزاء المنتظر تحضر عزاء المنتظر الى ويش اللي قدك ما يجون العزاء لو ايش انت تشيل الحين في العزاء الى ويش اللي قدك ما يجون الظاهر نو كومنت طبعا احنا خلص الوقت تقريبا اكثر بعشر دقائق سيد جابر اخر شيء بسم الله الرحمن الرحيم عندي بس نقطه تصلح للاخير يا اخي ننهي اللقاء بها انا اوافق سيد حسين في نقطه انه لازم ما نبالغ في مشيه العزاء هذا عزاء حال الخطيب يعني تاخر ليله واحده ليله في السنه ليله في الشهر ما في اشكال يعني هو احنا لازم نفرق هل هو اللي ما يقدر يكمل العزاء
يعني يواصل بالقدر هذا اللي يقدر به وتالي يستريح، او احنا نهادى يعني نجبر الجميع على انهم يعزون في ساعه او ساعه الاربع؟ لازم نفرق نحدد يعني معيار. انا اقول يعني احنا لازم نغرس حب موكب العزاء وحب الحضور اليه في نفوس ابنائنا خصوصا الناشئه. وصار موقف هني قبل كم وفاه، يعني صارت وفاه، طلعت هني العزاء انه بيطلع العزاء له مالك مجود عمي حجة عبد الله، وكان هداك الوقت يعني برد عدل، يعني احنا متحيرين صار انه هل نطلع العزل برا لو لا، وجاي مالك طلع عمي شديب يروح يمين ودي البيت، ولا هو عمي يقول له بما معناه وين رايح مني ودال الموكب. يعني احنا شوف كيف عندنا كبار سن لازم ناخذهم كمثال، يعني ينضرب بهم المثل، امثال عمي سيد تاج وامثال عمي سيد كاظم الله يرحمه. يعني حين الواحد يحضر يعني ما بيكلف روحه ساعة واحدة ساعة ونص، يعني شوي لازم واحد يتحمل، وهي كلها مواساة لأهل البيت، والجميع إن شاء الله ينال الأجر والثواب. شكرا. طبعا ما تفضلت به تم كتابتك توصية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. طبعا باسمي وباسم إدارة مأتم المارخ نشكر الحضور على حضورهم، نشكر الجميع على حضورهم، وإن شاء الله في المناسبات واللقاءات القادمة يكون الحضور أكبر بعد. مشكورين.